عايزه من البدا نعمل هاد الكوزينة عايزه من البدا السلام عليكم البلاد كي دايرين لاباس عليكم بخير الصحه لاباس انتم تكونوا كاملين بخير اليوم دايرين الغداء ودايره لا سلطه كيف تشوفوا هنا كاينه بطاطا وخيزو درت لهم غير البزار وشويه الملحه والقزبر والخل هنا درت الروز درته في هذه السلافه ورديته هنايا درت ليه غير شويه البزار وشويه الملحه والقزبر وهنا دايره لا سلطه ديال الخيار والخس وغنقطع فيه مطيشه باش ندير العطريه وهنا عندي البابا واللحم اللي شويه اللحم راه تيت شوى وهنايا دايره الزعلوك البنات اختي لي دايره الزعلوك دارت الزعلوك تديروا بواحد الطريقه زوينه البنات يلا خليكم مع الفيديو ما تنساوش لي لايك 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 وبارطاج الفيديو الى عجبكم الفيديو ديما تنقولها يلا خليكم مع الفيديو صافي المهم البنات عندي هاد البطاطا غير هكذا تشوفوا هذه كثيره وهذا الزبربه غادي ندير شويه ديال الخل صافي راه درت ليه شويه البزار شويه القزبر ودرت ليه الخل دابا بالسلامه وما غاديش ندير الزيت بلاش كثرت الزيت هنا ما مزيانة كثرت الزيت وكل واحد يدير الديكور ديالو البنات عرفتوا كثرت اللحم كيف تعرفوا نهار العيد ناكلوا 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 الضياف خارجين داخلين علينا هنايا هادي هي الطبري ديالي البنات بالزعلوك وبلي سلطه مختلفين وسلطه ماروكان وكيف تتشوفوا الشمينه اللحم والمهم طريقه الزعلوك اللي دارت لي اختي يعني تتشد الدنجال وتتحكو وتتحك الثومه وتتقطع فيه الفلفله حلوه وتدير فيه العطريه راه عرفتوا العطريه ديالو يعني البزار والطحميره والكمون والزيتون والحامض هادي هي الطريقة تزعلوك تجي بنينة أهلا وكي دايرين لاباس عليكم بخير المهم العرض عطيني السلام المهم البنات فاش تغدينا كي شفتو عمرت واحد البراد ديال أتاي حطيتو له مع شوية ديال الحلوة ودابا جيت نغسل هاد المواعن شوفو الرويلة ديال الكوزينة أو تنتمنى دوزتو البنات بخير وعلى خير المهم جا الغدا لذيذ البنات خصوصا ملي تكونوا مع العائلة مجموعين يا سلام الغدا تيكون تيكون كتر من لذيذ المهم انا دابا غادي نغسل الموان وغادي نمشيو ان شاء الله حدا البحر نمشيو ندورو شوية كيف تعرفو كلشي يسدد اليوم خص الصباح مشينا خرجت انا وراجلي خرجنا شربنا واحد القهيوة أنا وياه من الدقة جينا جينا طيبنا الغدا وحنا النهار ديالنا ومن بعد غادي نرجع إن شاء الله لسيدي إبني ندوزو بعض الأيام تما واحد تلت أيام عاد إن شاء الله نشدو التكر للمطر حرقت صبعي
دابا غادي نمشي نشرب اتاي. ما تنساوش لايك 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 وتبارطاج الفيديو. يلا نخليكم هانتوما البنات تنشرب اتاي مع راجلي واختي. فينك؟ ها ما بغاش تهضر. يلا بصحتكم البنات. اتاي من اتاي اتاي ديال اكادير ديال السواسه. تشوف يا اختي تقول لي راه تسطيتي. المهم فسالينا الشقه ديالنا. دابا تنديروا اللوبيا قطعتها بحال هكا، راه باقي غادي نزيد عليها نزيد ليها. وهنا كاين الراس مفور. المهم الراس دابا اختي غادي دير فيه البصله، شويه الربيع يلا نقزبور ولا معدنوس، وشويه الملح والبزار والكمون. ها هو ودرنا حتى اللحم، واللحم حتى هو غادي نفوروه. كاينه فيه البصله والملحه، لا ما فيش البصله فيه. المهم اللحم مفوره فيه غير شويه الملحه وشويه البزار هادشي وشويه الكمون. ها انتما البنات دابا دارت البصله. المهم البنات كيف تشوفوا عمرنا اتاي، هذا بلا سكر وهذا يكون فيه سكر. ها انتما اللحم خنفوش تتفور، وعندي الخضره هنايا حتى هي صافي، وعندي الراس هنا كيتفور. اي سخون البنات هانتوما بالبصله والقزبر. هادي اللحم اللي فورنا كيف تتشوفوا البنات، وهذا هو الراس. ما شهيتكمش البنات؟ هادي الخضره. وكنتمنى يعجبكم الفيديو البنات هانتوما. وعمرنا اتي كما قلت لكم.